واهلا بيك في حلقه جديده من حلقات رد الفعل. حلقه النهارده هي واحده من اهم حلقات مش السنه ولا الموسم ولكن من اهم حلقات الحياه، لان حلقه النهارده هي حلقه رد فعل على مباراه تصفيات كاس العالم مصر ضد السنغال، المباراه الاولى في القاهره. النهارده احنا مش في الاستاد، اول مره في حياتي يبقى في ماتش منتخب مصر بيلعبه رسمي وانا في مصر وما كنتش في الاستاد. انا كنت بسافر اجي مصر عشان احضر الماتشات في الاستاد، بس النهارده انا قلت هقعد هنا عشان نعمل لايف على فيسبوك قبل المباراه وبعد المباراه ممكن ما بين الشوطين ونصور رد الفعل دوت مع عمر مرعي. يلا بينا. صباحو يا مرعو. صباحو صباحو. البين باج هي دي بتاعتك المظبوطه؟ طبعا مرعي ما كانش عايز يروح الاستاد، هو ما جاش معانا في الفاينل بتاع افريقيا وما كانش عايز يروح الاستاد، فجزء من قرارنا هنقعد هنا نحن بقى بعض كلنا عشانه. و كومان. ايوه صباحو كومان. صباحو موري موري. طبعا كومان كان معانا في تصفيات بطوله افريقيا وكان معايا في ماتش الفاينل ضد السنغال، واتفرجنا على ماتشات يعني 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 مش عارف بقى، ربنا يستر. في توتر. ايه ده بقى كده؟ لما يجي بقى لما يجي. نقرا الفاتحه. هو مين الولد الصغير ده؟ ده مندي. هو ده مين؟ وده ديالو شبه جوميز، شايف؟ انا مش فاهم يا جماعه، هو مندي ده يا جماعه شبه جوميز؟ شفت شبه جوميز ازاي؟ لا ما خدتش بالي. ده نسخه. سامع صوت الجمهور؟ سامع ولا مش سامع؟ لا لا ما تبتدياش. ايوه فؤادي. ولا كده نفس عالم الكاميرا؟ لا واحد تاني. متاكد؟ ده قماش. متاكد انه مش هو؟ تاني كان ستان. تاني كان سنتاتك. وطبعا ما ينفعش يبقى عندنا حلقه رد فعل من غير ما يكون معانا ماريو. ماريو طبعا يعني معانا في الكاميرون، معانا في السنغال، معانا في الدقي. بقول لك ايه؟ ضربه جزاء لمصر ان شاء الله، وساديو ماني هيروح لمندي ويقول له كده وصلاح يحط له كده وتخش. ايوه. ايه ده بقى اللي انت جايبه معاك بقى؟ عمرك كده لازم تلعب. ايه ده الماتش بدا بسرعه كده. الكلام عن التشكيله النهارده، المفاجاتين في منتخب مصر. المفاجاه الاولى هي ان تريزيجيه بيلعب مكان عمر مرموش، ودي حاجه انا تمنيتها وقلت ان شاء الله انها هتحصل. التبديل الثاني والمفاجاه الثانيه هي ان عمر جابر هو اللي بيلعب باك رايت، كله كان متوقع. وانا طبعا اولكم يا عمر كمال يا امام عاشور. حلو يا عمرو. يلا يا سوريا. ولكن اللي حصل هو ان عمر جابر هو اللي بدا. يا رب يعرف يعمل ماتش حلو. عايزك يا ولد يا سوريا. هايل. يلا يا عمرو. يلا يلا صلاح. ادي ديالو اهو. والله ما هيبقى فايز زي المره اللي فاتت. ايوه يا ابو صاصه صلاح. شفت مين اللي جاله بقى ده؟ خمسه جناجي، خمسه سته مندي. شوف بقى الضغط العالي بتاعنا. مصطفى محمد هو بيلعب مان على مندي. وادي كل بالي اهو. حلو قوي حلو قوي حلو قلت لك بيغلط. يلا ان شاء الله خير. ايه السيناريو ده؟ يلا بس يا صلاح شويه حظ بقى. اه صلاح ما جت في العرض. عايز ايه؟ تخش بقى. الحظ مش عايز ولا يلا يا صلاح. يا بابا يا لعيبه. يا بابا يا ولد السليه. يا ولد السليه. الثرو ده سايد. يا ولد ده سايد. لا سايد يا جماعه ما لبسهاش. اه مندي صدها مش في العرض على طول. فيها مرعي. جول 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 دلوقتي بقى. يا رب يا رب يا رب. هو ايه صوت الجمهور فين؟ فاول يا كابتن. يا ابني ولازم دي راسه. طلع الكوره. ليه بنشل؟ ليه هنشلت ليه؟ مش النادي بس. فاول فاول. ادينا حكم. انا مش قادر اقول الكلمه والله العظيم هعيط وانا بقولها. هنروح كاس العالم ان شاء الله. يا نهار اسود وشه خبط في الارض. هو الحكم ليه بيحجمنا ليه؟ ايه ده؟ ده في مندي يعني يا تريزيجيه؟ ايه العبط ده؟ حلو. شايف الضغط يا مرعي؟ مهم قوي اصلا. قوي قوي. يلا يلا يلا. حلو قوي. برافو برافو برافو. اللعيبه فريش. برافو الضغط. شايف اللعيبه فريش ازاي؟ صح صح. قارنوا بالفاينل التاني كنا ميتين. لا لازم ناخد الكوره في رجلينا شويه بس. استنى بس. استنى. استنى بصوصة فايق ان شاء الله. نمسك كرة شوية. يلا عمر لف يا عينين. لف يا عينين. لف يا عينين. تخلص يا عينين. لا يا جماعة هو عمر لازم يجري له قدامه. رايح له يا ابني. ما هو رايح اهو. اتقل بس. ايوه كده يا سلية. الواد سلية فيا. صح ايوه فيا. صح. جابها بقى تريزيجيه بقى وفتوح. دي جابها حلوة قوي دي. وادي صلاح يستلم بقى ويروح بوشه. ما تقطع يا ابني. اتصاب اتصاب اتصاب. دي اللي اتصاب. بقول لك ايه، احنا في اي طريقه ينفع الماتش ده يتلعب ونقفل؟ يعني يتلعب ونقفل يعني خلاص ما لعبش التاني بقى خلاص. اه ممكن. طب ربنا ربنا ربنا. حلو قوي دي. ده لو ضمه مش هيلعب الماتشين بره صح. هيا شكرا ديالو. ديالو باي باي ديالو. ادينا كومان. ادينا كومان بقى شويه بقى. لسه بدري. اقعد بس يا عم انت. اقعد بدري والله العظيم بدري يا جماعه. يالو يالو.
هو المخرج اللي نازل ده بيلعب فين بقى؟ ما اعرفش. فوق ولا 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 لا لا ولا فوق شكلها ورمت أصلا. بص 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 يا جماعة الدم قد إيه حنفية شكله هيتبدل. ها يا مرعي القرف اللي انت بتقوله ده. واحنا قعدنا نحتفل ان مساكم اتصاب فمساكنا هيتصاب يا كابتن. انزل يا عم انزل. عايز يلف الناحيه الثانيه ازاي يعني؟ هي في حاجه اسمها كده لازم ينزل من هنا؟ انا شفتها. قره حقيره ولا ده صلاح. ده صلاح اللي طلع بالدبل من 18. نزل ولا منزلش؟ منزلش. ما تنزله يا ب... ما انزلش. ما انزلش كل ده؟ ايه تايم تايم يا جماعه حد يقول له. يا جماعه اجمد شويه. بس يا جماعه واحده يا جامده. واحده مش بالظبط يا واحده جامده في الرجل. انت شفت علي سيسي اللي عليه؟ قال لك انا هاخد طارنا من استاد القاهره اللي خسرنا عليه الفاينل اللي فات ضد الجزائر. اي حاجه عشان يسخن اللعيبه فاهم. هناك بقى هناك خالص العكسيه 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 الونش مش العكسيه يا جماعه. دفاع عمدي فتحي. لا انا بتكلم على الونش. ايه ده مانشستر سيتي ده ولا ايه؟ يا ابن اللعيبه ضد اللعيبه حاجات دي حاجات مستغرب والله حاجات مستغرب. فاكر كنت بقول لك عمر جابر 1 2 هو ده. ايوه هو 1 2 بس مع صلاح. هو صلاح بقى من منعم لفتوح. شفت الكره دي والمصحف الشريف هي دي اللي كان كيروش كان عايز يعملها في الفاينل ومع العيال كانت خايفه تلعبها. مش قادره تلعبها. بص بقى الصفافير والحاجات دي استاد القاهره لو الجمهور كله بتبقى كويسه. واحده لا مش واحده لا مش واحده لا احنا ما بنطلعش واحده احنا بنطلع من رجل الرجل. بس نفسي يبقى عندنا اغنيه بغير او مصراوي دي. ولد يلا عمر راجل يلا والله ولد يا مصطفى. يلا يا بابا يلا يا صاص يلا يا بابا يا ولد يلا يا راجل بره كله بره. الاثنين طلعوا له على كله بره يا عمر. ايوه ارفع راسك بص لهم. مصطفى محمد جري حلو قوي. لا بس كان المفروض يطلع واحد يدخل جوه. بس انت ارفع راسك بقى. واحد جوه واحد بره. انت لوحدك. انت يا عم بتاع صلاح حلو قوي يا عمر قوي. لو لمستني تاني قوي هكمل. بيقول له هكمل. بيقول له هكمل. دايخ هو بيقول لهم هكمل. راجل يلا منعم يلا راجل يلا ايه ما بيشوف ده انا مش فاهم. الحكم الرابع يقول له في البتاع فيقول له في المايك ولا في السماعه من غير فاول من غير فاول من غير فاول. يا ولد يا ومش يا ابن الحكم ده ابن الحكم. الحكم ده طلع انذار. هما محتاجين في السنغال. لا وجايين ارضنا. احنا عايزين ناخد الكوره. عايزين ناخد الكوره في رجلينا شويه. ماشي 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 هادي. في الاول في الاول كنا الفاولات الفاولات الحكم بيدخلهم الماتش ابن من ساعه اصابه منعم ماتش اتقلب. ما اتقلبش قوي والله. لا فاول ملوش معنى الصراحه. يا مصطفى القرف ده. مصطفى ازاي كده يعني؟ ازاي يدخل فيه كده يعني؟ ازاي ايده 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 العب يا نني. ايده ايده والله ايده ايده اصلا ايده يا هو النني رافع ايده. ما تلعب يا نني كده هيركبونا كده هيركبونا. ايه يا جماعه يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود نص الملعب نني فتح له. بص ده عبد المنعم اللي اترقص. لا لا منعم مش شايف ان هو ما دخلش عليه. دي دوخه. انت عارف المصيبه في ايه؟ مش هيلعب الماتش التاني ولا ممكن يلعب لو اتكسرت تترد في ساعتها. هو هيطلع دلوقتي تترد ويلبس ماسك. تترد يا ابني هو كتف مخلوع. هو بمرن خير بتترد في ساعتها. ايه يا كابتن بقى فين الكروت ده؟ هي ولا ايه؟ لا دي بعيده قوي. هي دي. لا يا ابني بعيده قوي. هي دي قلت لك. هي قلت لك. هي قلت لك. هي افتكرته مصطفى. مصطفى كان جول. ما انا افتكرت مصطفى. هو طالع يعني الواد وينش. بس الرفعه دي حلوه على فكره قوي. حلوه يا لا لا هو ليه يا جدعان؟ ليه يا جدعان؟ ليه؟ هو في حاجه مش مفهومه على فكره. ده يبقى الحكم بيلعب على ارضي. ليه طيب؟ على ارضي وبتعمل فيها كده؟ على ارضي وبتعمل فيها كده. دي حاجه تضحك الصراحه. اسمه ايه ده؟ ده نفس ليفل بتاع اسمه ايه؟ جسامه. ولا مصطفى العب يا ابني الكوره. لا يا ساتر. بس الكوره دي لو اوفسايد انا يعني ياسر ابراهيم شال كوره. بلاش العشوائيه دي. ياسر ابراهيم شال كوره خيال. بدايه الشوط الثاني 1-0. اعتقد ان هما طبعا دلوقتي هيبداوا يلعبوا من على الشمال اكتر. سادي ماني كان بره الماتش خالص. ده اللي انا كنت بقوله في الهاف تايم بالظبط. فعمر جابر والنني الشوط ده هيبقى عندكم. يا ولد يا تريزي حط في ظهرك حط في ظهرك يا ابن الذين اكل بالي. يا جماعه قوي قوي الصراحه. يلا تريزي يلا تريزي. خدت بالك مصطفى محمد عافية يحط جنبه مصطفى محمد ده عافية عافية. مصطفى سريع اصله كل بالي كمان. هي دي المشكله بقى. موضوع ان احنا نديهم الكوره ده اول ما تبقى معانا دي هنفضل مضغوطين كده بدري قوي. نفسي ارجع لاول 25 دقيقه في الشوط الاول دي. يا جماعه في يا جماعه واحنا يهود كل ماتش يمسكوا في وائل جمعه وكيروش. النني افرايت دي وحشه وحاشه وحشه وحاشه
لما يركزوا اللعب دلوقتي علينا بقى من على الناحيه دي الموضوع صعب. ماشي نفسك كده يا عم. بره 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 بره. الناس افتكرتها دخلت انت عارف كده؟ انا عارف السكته بتاعت الاستاد دي اول ما الكوره تيجي في الشبكه من بره دي. هو حسبها فاول ولا ايه؟ لا لا لا. ضربه مرمى اه افتكرته حسبها كورنر والله. ست دقايق ما لمسناش الكوره. عمر جابر لازم يطلع لازم يلعب باك رايت دلوقتي بيترس. ارجع يا ابني انت وهو بص نص الملعب واقف فين؟ بقول لك ايه الثلاثه بيتضربوا. الثلاثه ارجع يا سوريا بص سوريا بص سوريا بتمشي ازاي تحت؟ نص ملعبنا استرجلوا شويه. التلاتة ياسر يلا ياسر اترس ياسر يا نهار اسود ما نزل يا ابني باك رايت ياسر ابراهيم وعمر جابر ساديو خياطهم مرتين ايه بس انا عايز اقول لك حاجه معلش هو لو نزل عمر كمال ايه لا لا انا شايف امام عاشور امام عاشور طبعا امام عاشور هو بقى ايه غلاسه بقى ضرب في ضرب في خبط صلاح هو اللي بقى بيرجع ولا ايه انا فيها شايف 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 فين ساديو وراه بقى الباك ليفت فاتح تحت لازم يغير سويتش ابراهيم بالونش قفشه ما ينزلش مكان السوليه رد عليا عمر يا مرعي اه ينزل طبعا بس هتغير الخطه لا هي هي هو مش معترف مش معترف بيها بيلعب بسندر تالت سوليه بيلعب ايه دلوقتي ايوه الفرق عارف الفرق ايه ان قفش هيطلع لك الكروات دي صح ويدافع شويه برضه يا عم زيزو يا عم قفش بتاع عمرو اللي هينزل انت بتتفرج يا عم زيزو مكان النني لا مكان سوليه خلي بالك مكان النني برضه يبقى زيزو اي حد هيجي ناحيه زيزو سوليه النني يدخل في النص يقعد يفرك سوليه فاضي صلاح فين طب شوط تاني يا عم هو في حد اصلا شوط تاني وشوط تريزيجيه احنا ما خدنا احنا ما لمسناش الكوره مش نص الملعب روح يا صلاح مش لازم صلاح مش لازم خش يا حبيبي انت مش لازم لا يا مان لازم لازم ادرب يا جماعه بابا ديانج لازم ادرب انت لازم تسكت لو عايز لازم بقى مارسيليا هو ما فيش حد عادي محدش بيلعب في كونيا سبور مثلا حلوة عايز ايه يا ساديو الكلبة ده واخد انذار مش ده مندي اه واخد انذار واخد انذار ايوه واخد انذار صح مش مش هدي له حاجه خلاص حط ايده في جيبه ما هو رجع فيها مش هدي له حاجه انا حط ايده في جيبه والمصحف لو ما ادالوش انذار يبقى ده حكم بص بيقول له راس في راس يا ابن احنا مش هنبدل ولا ايه مش عارف اتاخر قوي يعني ايوه يا جمهور كده ايوه نصحى بقى هو الشناوي بيشوط كده ليه وحش قوي يا ابني هو ليه بيشوط وحش فعلا ايوه من امتى يا نهار اسود الونش اللي شالها اللعيبه مصطفى مصطفى الونش شالها يا ابن اللعيبه تريزيجيه اللي شالها الونش اه تريزيجيه لا لا ما كانتش رايحه يعني رايحه يا مرة لا لا مندي مندي كان صداع هو يعني ايوه ما بقولش حاجه يعني خلاص 19 مين ده؟ لا مروان حمدي مروان حمدي صح؟ انا قلت لكم ده التبديل هينزل انا قلت لكم مروان حمدي هو اللي هينزل مرموش مين اللي قال مروان حمدي؟ يا اخي انت بتفتي بتفتي ليه؟ انا ناقصك انا ناقصك بس هو مرموش ما كانش بيلبس 19 على فكره في ماتش بتاع لا دي بطوله حاجه وتصفيات حاجه الماتش فيه جون طبعا لازم نجيب جون والله ممكن نجيب جون هم في حالتهم دي السنغال دي ممكن نجيب فيهم جون الهبه الهبه بتاعتهم خلصت اه فاول طبعا شكرا شكرا الكره دي من قريبه قوي انت ليه قربت هنا الفاول هنا ما هو بيشده من هناك خالص انت بتوقعه مكان ما وقع انت تستعبط ده الكور الثابته دي كلها زي الماتش اللي فات بالظبط يا جماعه احنا عشان نعرف نستر لازم الونش يبقى طاير مأساة ياسر ابراهيم دي بتاعته ما هو جالها فينا هي اللي بتقعد تعك دي بيلاقيها في الاخر يا عم بقى ارحمنا بقى ملوش لازمه يا جماعه فاول يا جماعه ملوش لازمه ملوش لازمه ملوش لازمه اه ملوش لازمه في واحد في وشه ده انذار لا طبعا يعني ده انذار فاول بس ده انذار ايه الهبل ده فاول طري بالظبط ده فاول ايدين في ايدين يعني ولد يلا يا ولد يلا يا فتوح يلا يا ولد يلا فتوح انت جت في رجل الشناوي ده مش فتوح ولا شناوي بجد انا قلت جت في رجل الشناوي دخل 80 دقيقه يا رب يا رب 10 دقايق طب 1-0 الحمد لله 1-0 كويس مش وحش الواد الونش بيطلع في كور هو الونش بيركب بيركب كور لا 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 الونش في الكور احنا ليه الكور الثابته احنا جايبين الماتش اللي فات الونش يا ابني الونش ما شاء الله الله اكبر مش طبيعي في الكور الثابته والكور العاليه طب وزيزو ما ينزلش برضه الدقيقه 80 اللعيبه حلوه قوي الاوفر حلوه قوي الاوفر فين مصطفى بقى فين مصطفى خرج خرج ايه ده قول لي انه عوره مثلا تريزيجيه داس على رجله تقريبا التواء في الركبه التواء في عضله الطوب صعب قوي نختار جون كده خلاص لا حلوه قوي حلوه قوي بس هو الماتش ده يطمعك في اتنين ايوه طبعا يطمعك ما يطمعكش احنا مش عارفين احنا مش عارفين نطلع من تحت ايوه ممكن تخطف بس ما يطمعكش يعني ما يقدرش يطمعك يعني ان هم ما جابوش جون لحد دقيقه 83 اطمع ان انا اجيب جون باي كوره تريزيجيه لازم يطلع كورنر كورنر يلا عليه 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 يا رب يا ابني انت لسه بتتناقش اخلص نزل زيزو والله العظيم هات لفت حتى اي حاجه نفس 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 ايوه يا ابني العيال تعبت يا جماعه كل بالي ده لازم ياخد انذار هي ما جاتش في ايده اصلا يا ابني جت يا ابني جت روح الفار
روح الفار روح الفار روح ده بيشتغلنا والله يا ابن اللعيبة حلو والله عمرها ما هتخش عمرها ما هتخش عمرها في حياتنا لا لا في حياتنا يعني فاهم مستحيل يعني دي ما تخشش في الهاني سليمان يعني لا مش هتخش في الهاني ازاي يعني بقولك ايه بقولك ايه كرة مستخبية عشان كرة ايوه يا بص دي زاويته يعني اديله يا ابن صلاح لا لا ما كانش خط جسمه حلو قوي كل بالي ملط يلا يلا مرمى يا جماعه ايه ده زجيه لازم يطلع يا يا جابر ازاي ما رجعهاش صلاح ازاي مرموش ما حطهاش صلاح ما خدش فاول يلا صلاح بقى يلا ابو صلاح لا يعني احنا من تبديل عمر مرموش الماتش اتغير ليه تبديلات كمان متاخره اه صح والله الواد بدري بيفرق صلاح هيعمل ايه يعني يروح يا عم اي حاجه واي حرق وخلاص طب الدقيقه 90 من اللعيبه مرموش اداله يا اخي الاحتراف ده يعني مهما كان لعيب صغير او كده بيبان قوي لعيب المحترف من اللعيب اللي فشخ حتى طريقته هو بيقع لازم يحسب فاول ما هوش فاول وحش لانها شبه التانيه ما دخلش مرمانا هدف الوسخ الحمد لله الحمد لله سجلتين الشكر يا مرعي الحمد لله واحده كمان معلش واحده كمان للماتش الجاي ايوه بس كده خلاص نكسب 1-0 دي حلوه صح ولا ايه يا جماعه حد يتكلم بقى هو كل حاجه صعبه بس احنا كنا ممكن يعني نجيب 2-0 وكان ممكن يبقى 1-1 ممكن يخش بقى لا لا انا شايف ان انا ما كناش يعني انا ما كنتش احلم ب 1-0 اصلا انا كنت شايف ان هي 80-20 عامه الوصول كويس قوي انه انا عايز افهم ليه الفرقه اللي كانت بتلعب اول 20 دقيقه وبنقي الكوره وشكلهم حلو ليه بعد منع ما اتصاب ليه تشيف ليه هم ما كانوش الاول خالص فاقدين ثقه خدوا ثقه هم بيقوموا الكواليتي عندهم عالي قوي يا مان انت مسكت عليهم كوره شويه وانت كنت راكبهم هم بعد كده بقى بيبداوا هم يركبوا يعني انت عايز تفضل دايس عليهم طول الماتش دايس يا عمر بس ما بقى بشحط ما هو بشحط عشان هم لعيبه اجمد بكتير يا مان ما كناش عمرنا احنا بنعمل الحاجه دي عمرنا عيب عليك لا ما بنعملهاش اصلا هو احنا الجمهور بيقولي بقى له سنه 4 سنين بص سادي ولا فرق معاه هم مش حاسين ان هم خسروا لا هم عندهم ثقه ان هم يكسبوا هم متاكدين ان هم يكسبوا اه طبعا كسبوا 2-0 مرتاح يعني بس انا بقول لكم يا جماعه مهم قوي 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 ان احنا ما دخلش فينا جول احنا جبنا جول هناك يعني بقى الجول بجولين خلاص هي دي اللي انا بلعب عليها بقى انت المشكله مش في كده المشكله انت الماتش الجاي مش هيبقى عندك نص ملعب خالص انت عندك ناس ما نزلتش ما لعبتش بس هو اصلا مش هيلعب بيهم برده مش هيلعب بيهم هيبدا بنفس الثلاثه انت لو جبت جول هناك ولا جبت ثلاثه باك رايت هيلعب عمر جابر هناك مستحيل اكيد لا صح كان نزله يا عمر يا اما امام عاشور يا جدعان امام عاشور هو مستحيل عمر جابر يقدر يلعب 90 دقيقه ثانيه كمان ثلاث ده ربنا كمان اصلا رايح سادي وخيط ياسر ابراهيم وعمر في الكورتين ورا بعض هو عمر جامد كان كويس قدام واحنا كسبنا وشكرا كان كويس قدام يعني كان كويس قدام يعني كان بيزيد وبيعمل وان تو هات دخل خد كام فاول ايه كان كويس بس ورا بقى لا طبعا ما يقدرش ماتش تقيل قوي طبعا عايز اقول حاجه مهمه بقى ان احنا ان شاء الله يوم 29 يوم الثلاث الجاي احنا بعدين نفس القعده دي كده يعني شوف احنا كل ما بنتجمع كلنا نقعد القعده دي بنكسب اه والله صح عندك حق بس المشكله ان القعده دي الاسبوع الجاي مش هيبقى فيها عنصر عمر مش هيكون موجود انت مش موجود هو انا موجود هو مش هيكون موجود انت هتروح دبي انا راجع يا ابني راجع على طول لا انت هتكمل مع مرعي صحيح. مش هيكون موجود هيكون فين بقى هيكون فين بقى انا هعمل عمره بعد بكره عمره بعد بكره هيبقى قدام الكعبه سلام انت عارف ان انا منك بقى للكعبه معرفش ما كنتش ما كانش في بالي بقى خالص موضوع ان ماتش العوده ده بس يعني فمين بقى اللي هيقعد مكانك هنا لا يا ريت تخلوه بقى ده فاضي كده وتغطوه عشان المرحوم يا حرام انا احساسك ان الماتش الجاي كام كام ممكن اي حاجه تحصل احنا بص انا هقول لك حاجه وانا وانت قاعدين هنا بنتكلم من 3 ايام قلت لك انا عايز اكسب الماتش ده اي اكسب سكور عشان يبقى عندي فرصتين هناك اديني كسبته وكسبته بكلين شيت فانا بالنسبه لي مرضي انت ايه بقى بالنسبه لي ان هي نتيجه كويسه لان ما دخلش فيها جول مرعبه بس انا مش زعلان لان انا شايف ان 1-0 ده دي حاجه اقصى حاجه احنا ممكن نعملها على الفرقه دي فانت لو عديت من هناك هتعدي ب1-1 بقى ب صفر. بس انا اشك في 0-0 ليه ما هم ما عرفوش يجيبوا فينا جولين ماتشين يا مان ايوه انت فاهم ان هم لعبوا 120 دقيقه و90 دقيقه لا ما عرفوش يجيبوا فينا جول ممكن بس راحوا كتير قوي لا بس هم النهارده ما راحوش كتير ما فيش كور خطر كتير ما فيش كور خياليه الماتش اللي فات فاولاتهم ابو جبل شال كتير قوي قوي شوط وانفرادات وكور بالعرض من على الخط الجول وكده وبعدين في نقطه حلوه قوي ساليو سيس ده
خلاص البطوله اللي فاتت هو لعب البطوله خد فورمه في البطوله ونزل فاير خلاص هو وبونصار. المره دي بونصار ده ما بيلعبش وعامل كده كومان هنعمل ايه هناك يعني اكتر النتيجه يعني متخيلها ممكن تحصل 0-0 ده احسن حاجه لكن لو هم لو جابوا جول بنالتيات بقى لا نهار اسود اكسترا تايم بقى وبنالتيات 1-0 اليوم يعني في اكسترا تايم ما اعرفش المشكله ان اللعيبه دي ما مش هتشوفهم هو بص عذره الوحيد ان هو يبقى شايل زيزو وامام عاشور اللي هناك ده الحاجه المستحيل يبتدي زيزو مش هيبدا الماتش الجاي يعني قصدي يعني في الدقيقه 40 هتلاقي السولية بيكح دم فاهم وخلاص بيموت هينزل زيزو هينزل امام عاشور يعني فاهم عندك لعيبه ما نزلتش الملعب لسه فلسه بس ده الاكسكيوز الوحيد. ماريو توقعك ايه؟ احنا في الدفاع يعني برغم الكوارث بس بندافع كويس فدي اهم حاجه في الماتش اللي هناك وعرفنا نخطف جول. بيني وبينك هي القصه كلها هناك انك تحاول تخطف جول واحنا عندنا فرصه مهمه جدا بس لازم نتمرن عليها. هم وحشين في الكور الثابته قوي لازم قوي واحنا عشوائي دي واحده واحنا عشوائيين في الكور عشوائيين اللي بيرفع اوفرات نظيفه زيزو بس وعايز لا الكش. لا واسمه ايه مرموش بيرفع كويس كده. نصل لنهايه رد الفعل يعني زي ما كنا متوقعين في الاول هو مفيش خالص نهايه سعيده ولا نهايه حزينه كده كده في ماتش تاني وفي شوط تاني وللحكايه بقيه بس اقدر اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا كسبنا والحمد لله ان احنا كسبنا بكلين شيت. دول نقطتين ايجابيتين جدا انا ما كنتش عايز اكتر من كده. نشوفكم يوم 29 نفس القعده دي وان شاء الله الحلقه الجايه تبقى حلقه احتفال. ماري هتدعي لنا من السعوديه مانع ولا ايه؟ والله نكسب عايزك من قدام الكعبه بقى تدعي لنا خلاص ده هيدعي من قدام الكعبه انا هدعي المنتخب وادعي عليك وانت بقى ان شاء الله. لا ده رزي الرزاله اماكنكم ثابته. سلام 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 سلام.